فات إذا كان كان يسألوني مثلا يقولوا لي شكون تعزف، قولوا ما نذكرش. الحاجة اللي نعرفها اللي كاني نغمق نغطس في الموسيقى، عايشها نوتة تهزني نوتة، نوتة تهزني نوتة، نوتة تهز صوت يهزني صوت، صوت يهزني صوت، نغط نغمق نغمق نغمق، حتى دي ما عادش نعرف وقتاش نبدا وقتاش نوفى، وين مشيت مضيع ساعة ساعة وخايبة، راهي ماهيش باهية الحكاية متاع الضياع هذا. أما شنو نعمل لعمري فنان. جيل روكوت عرفته 2004، كانت كان لقاء حلو ياسر مع بعضنا، عملنا مشروع دو لا ميم مير نفس البحر، هو تولد في مرسيليا وانا في تونس. المشروع هذا قاعد يتواصل الان، نبداو العروض نتاعنا ان شاء الله في 2014 قريب. المشروع تعرف ياسر في اوروبا وفي في المانيا في بلجيكا في البرتغال، وتو بدينا نعمل به العروض تاعنا في 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 باريس، وان شاء الله يكون عندنا لقاء اخر في تونس. الدنيا ستركتوري ولازمك كل شيء مدروس، كل شيء مضبوط، يدو في تخوه. الحل الهربة الوحيدة اللي نلقاها في الدنيا هي مع 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 النوتات، مع الموسيقى. Les humiliations de l'échec quand t'as refermé ton verrou. Et toi te souviens-tu de nous Moi je me souviens de tout فرحان بلي انت فيه ولا لا لا اسولا ما بديتش مسيرتي الفنان اسي روحي مازلت عندي برشا حاجات باش نقولهم نستنى في الوقت باش نقولهم اللي يلزم باش يتقالوا فيه والظروف كان قبل عندي ثلاث عوايد استعقيت الفلوس خوك مبقيتش اصحب حاجه تقطع العبد دم يبيع اغلى حاجه عنده هي الاله بتاعه بعته لينا صاحبتي واحده حبيبتي برشا شريتهم من عندي تخوا فوا لو بخي خاطر عرفتني مسحق الفلوس ونيا ناتالي لوغيي اون بيانو او بيانو عندها سولو اكسترا قريب نوصل الآن، قريب نوصل لروحي، قريب نوصل لروحي، نحس روحي مازلت عندي برشا خدمة لازم نخدمها على روحي. وقت كنت صغير سألتني قلت لي شنو تحب تخدم كما جيتش فنان؟ أنا خويا بابا كان يقول لي شنو تحب تخدم أنا صغير كنت نقول له حاجتين، يا رئيس عصابة يا رئيس دولة. تظلمت في حياتك يا عياض؟
ناخذ فريق قدام في دورة نمشي 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 نبتي اوديون نمشي على سقيه على سقيه نشق بونديزار ثم حتى حد فارغ دنيا او دايوغ جيتي سوربري خاطر ثم برشا ناس كل واحد يعلقوا في الفلات تاع المحبه نعرفش معناتها كما يقول صاحبي جيل روكوت je ne suis pas superstitieux les rats ça veut vivre ça veut vivre ça veut vivre comme toi tu veux vivre et tu vivras حاجة تجلبني في زين سي سمير ما عارش كل حاجة ولا لا هي الوجهة بتاع الماء ساعة ساعة تجي في بلاصة ترى فيه الماء ماشي من اليسار اليمين وتمشي لبلاصة أخرى تلقاها ماشي من اليمين لليسار وين نحب نتبعو نعرف منين جاي التوربيون دو لا في لي توربيون دو لا في عليك لي توربيون دو لا في كنت ديما نحب نتحرر نبعد على الاخر كنت ديما نحس نحب نحس روحي حر ومانيش خايف الحزن بالنسبه لي انا مثلا هو انقطاع تواصل بين حاجه اللي عندك علاقه متينه بها وتقطعت تخليني نحزن بعدي مثلا على حبابي بعدي على الناس اللي نحبهم ونعزهم بعدي على بلادي تونس الساعة ساعة نحب اخويا يقول لي اه راسي يوجعني ولا امي تقول لي راسي يوجعني ولا متقلقه ماذا بين نبدا بحذاها وما نجمش نبدا بحذاها البعد تحاول تحسب ولا تحاول تسمع كل حاجة تدور حواليك بيناتك هنايا توا اللحظة هذيا تساتور نحاول نتمتع معناتها بالكتابة الموسيقية ونحاول نجرب نقول هذه اه حلوة هذه مش حلوة كان هذه تولي هكاية وكان نعمل هكاية اه هذه فكرة علاش ما نعملش هكاية ومن بعد نحاول نضعها نسلي أصدقائي عازفين ممتازين أنا راني موسيقي أما مانيش عبقري في الموسيقى شنو هي الآلة اللي تلحن عليها أنت؟ أنا نعزف عود هي آلتي الموسيقية اللي اخترتها واللي هي توا ماشي معايا في الدرب متاعي لكن ساعة ساعة اللحن في مخي نبدا نزفر
ولا تجيني فكره نبدا نتمتم مكي ولا نبدا نزن وحدي نبدا نزن وحدي نسجل روحي. الفلوس بالنسبة ليك؟ نحب الفلوس، نحب الفلوس، أما نجريش وراء الفلوس. المادة في الفن تحقيقها يكاد أن يكون حلم. La frontière, la grande barrière, l'eau de la rivière, l'eau de l'océan. Le vent du désert barbelé de fer qui déchire les chairs, qui aspire le sang. C'est la frontière, les patrouilles en mer, couper les lumières et partir au vent. Ramer et se taire, mâcher des prières, c'est plus rien derrière, c'est si peu de vent. C'est le mur de la forteresse qui rassure ceux qui serrent les fesses et qui tremblent de peur. كانت 2005-2006 هي المنحة اللي خديتها من وزارة الثقافة باش نجي للسيتي ديزار، منحة بسنة بعام اللي خول لي تحت لي الفرصة باش نجم نتعرف فيها على فنانين من العالم الكل، ونحاول نعرف موسيقتي ونحاول نتبادل مع بعض الفنانين آرائهم وأفكارهم وفلسفتهم في الحياة. سيتي ديزار مليحة. Ça va, monsieur Renard? Ça va. Bonjour, monsieur Joseph. Vous allez bien? Merci. Ça va, merci. Ok. Aïe. Au Zaf عندها ثلاثة ورشات للفنانين، trois ateliers. زوز في الطابق الرابع، واحد في الطابق الثالث. أنا توم شفت في الطابق الرابع، خاطر كنت نذكر في الطابق الرابع. عندنا فيو على السين، ما يظهرليش كيفاش نجمو ندخلو توا نشوفوها خاطر فيها فنانين مقيمين. فونداسيون حبيب بورقيبة. دونك فما على الأقل 52 فنان في كل رواق، في كل شكل، فما كل رواق. سيتي ديزار كله يحمل على 3360 فنان من العالم الكل. وذوما وقت نبداو نحنا نسكنوا في سيتي ديزار، نبداو عندنا علاقات مع بعضنا، نرسموا مع بعضنا، نفكروا مع بعضنا، نحكيوا مع بعضنا. تبادلوا افكارنا في الفن مع بعضنا وينجم يكون كان ثراء ثقافي اللي ينجم يثمر في عند شخص في شخصيه الانسان وينجم يكبر به. تعيش من الفن انت اليوم؟ انا نعيش 50% من الفن و 50% من القهوه. معناتها بدايتي في القهوه كانت بطريقه طريفه. كنت نسكن وقتها في سيتي ديزار في باريس، وفي نفس الوقت كنت كي نمشي نعمل بروفا ولا نسجل نتعدى قدام مكان اسمه اليوم لا كافيوتيك دو باري. كان مكان يصير فيه تحميص، تحريق، يحرقوا فيه القهوة، تحميص القهوة. كنت ديما نشم ريحة القهوة. دقت الباب قلت لها عسلامة، قالت لي عسلامة. لقيت امرأة محترمة قلت لها أنا جيت نحب نتعلم القهوة. والسيدة هذيا اللي هي رئيس الجمعية الفرنسية اللي علم القهوة، الأسوسيسيون فرونسيز دو كافيولوجي،
اللي بديت معها أول خطواتي في دراسات الدول المنتجة للقهوة، في طريقة الإنتاج، طريقة التوريد، طريقة الاستيراد. Yad, on s'est connu il y a 5 ans maintenant au moins. Donc je l'ai connu ici à la caféothèque de Paris. À l'époque, je cherchais un endroit discret et calme à Paris pour pouvoir étudier tranquillement mes partitions. Et c'est comme ça que j'ai découvert la caféothèque. Et c'était un endroit peu fréquenté à l'époque. Et Yad était là déjà. Et petit à petit, on a fait connaissance. Et donc il a vu que j'étais musicien puisque je travaillais. Et puis on a parlé musique. Et puis de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, on a fait connaissance. Et on a fini par faire des concerts ensemble ici à Paris. Il a une bonne ouverture d'esprit et il est très curieux de découvrir les différentes cultures. Et j'avoue que ça a été un grand plaisir de partager avec lui. Merci. أنا في هذا الكل أنا باريستا. شو معناتها باريستا؟ باريستا سي يقولوا نحن سوميليي أون كافي، معناتها مختص في التذوق وفي تحضير القهوة وتعليرها. وشنو هي القهوة الباهية، شنو هي القهوة المتوسطة، شنو هي القهوة الخارقة العادة، وشنو هي القهوة الخايبة. وفتح لي مجال كبير ياسر قدامي، تفتح مجال كبير ياسر اللي ما تنجمش تتجاوزه بكل بساطة بكل. دونك قررت اني نعمل خطواتي الاولى فيه وتحصلت على شاركت في بطولات عالمية، بطولات وطنية في فرنسا، مثلا شو فيناليست شامبيون دو فرانس 2006-2007. بعد عملت دوتر شامبيونات في ايطاليا، وليت اصبحت حكم وطني في تقنيات تحضير القهوه. ومن بعد دخلت الكونسلتينغ، عملت شركه اللي تخول لي اني ننصح الأشخاص اللي يحبوا يستغلوا المجال هذا لنمو اقتصاد معين في وطن معين ويشتغلوا في دومين بتعريف من الخط. وبدأت انطلاقتي بتوازي مع الموسيقى.